احنا من التحيطة طلعنا من عد خيمة اول شيء مشينا مشي الفروان من فروان ردينا غربنا تغريب جينا من عد خيمة لقينا هاي الشلوتة مبنية نمت انا وولادي تحتها ثلاث ايام لما تأمنت انه واسطة رحنا شلعنا هاي الخيمة وجبناها لما جبنا الخيمة هاي طلعت مليانة حطتها ثمان اطفال ثمان اطفال قاعد تجري من تحتها المي هدومهم مي كلهم مي لان ثمان عشر ايام نايمين على الظلمة والله ما نغير الله ونراوغ ونقول بس يا الله الوضع يهدأ وين نقف نزحت على الحداني بالبريص وجت الضربة البارح يعني ما نرايد غير من الله بس يا أخي مين واجه ما قال على جاري شيء مرجاكم ولا شو وال نعم من البارك عند هالعالم والله عندنا هالمنطقة